يعني حابين انتوا يا جزائريين يصير في حواجز عندكم، وكل حاجز لحزب للقاعدة، اشي حاجز لداعش، اشي حاجز للاخوان المسلمين، حواجز كلها بتاخذ منكم، ما بتأمن على عرضك ولا على بنتك لما تطلع عشغلك. هيك بدك يعني يا جزائري؟ مظاهراتك وحرقك وهذا بفيد مين؟ قل لي هذا بفيد مين؟ اذا كان في عندك عقل لما تطلع وتحرق وتعمل وفي ناس ماتوا، والله الذي لا رب سواه ما بفيد الا اليهود وايران. طبعا الاخوان المسلمين مطية لايران، كما ان الشيعة مطية لليهود، بالعكس عكسها، الاخوان المسلمين مطية لايران. يعني انت قاعد بتنفذ يا جزائري يا اللي بتخرج مظاهرات الان، انا من الاردن ما يعني حرقتي عليك، وكبلد قوي، بلد عنده ثقل عسكري، هذا بغيظ اعداء الاسلام. قوة الجزائر العسكرية ما يقارب الرابع او الخامس على العالم. هذا الاشي ازعج اليهود وازعج اعداء الاسلام، لذلك خلقوا لكم هذه البلابل والمشاكل على بغالهم الاخوان المسلمين، كما ركبوا على الاخوان المسلمين في مصر ودمروا مصر، وركبوا على الاخوان المسلمين في ليبيا وخربوا ليبيا، وركبوا على الاخوان المسلمين في سوريا وفي العراق. الان يريدون الركوب على الاخوان المسلمين لخلق بلبلة وخلق فتنة عظيمة في الجزائر. هذه المظاهرات ظاهرها فيها الرحمة ومن باطنها العذاب. اخواني، انا بنصح لوجه الله السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن امه. انا يعني بناشدكم، هاي الامور كلها والله ما بتخدم الا اعداء الاسلام، وفهمكم كفاية، وانتم ما بدكم واحد يعطيكم مواعظ. السلام عليكم.